لمدة يعني كمان لغاية 2027 ب يعني شرط جزائي مليار يورو. طبعا لان كل الناس شايفة انه موهبة كبيرة جدا قادمة في المستقبل، زي ما بقول لحضراتكم هي دي المواهب وهو ده التنقيب وهو ده الشغل المحترفين، ان كل اقل من سنة بيطلع اكتر من نجم، اقل من 17 18 سنة بيكون متواجد على الساحة العالمية. يا رب نشوف الكلام ده في بلدنا. طيب نروح لإيطاليا، بونوتشي واليوفنتوس. بونوتشي طبعا لاعب اليوفنتوس، ويوفنتوس بيتألق يمكن بيقول عنوان كده بعد ما تخلص من رونالدو. يعني بونوتشي يعني بيتكلم طبعا المدافع الإيطالي قائد فريق اليوفنتوس، قال على البرتغالي كريستيانو رونالدو ان هو يعني هختصر لكم الموضوع، ان هم يمكن كانوا في وقت من الاوقات بيعتمدوا بشكل كبير جدا جدا على كريستيانو رونالدو. بونوتشي بيأكد انه اعتمد بشكل مبالغ فيه شوية على اللاعب البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو في المواسم الاخيرة. حضراتكم عارفين طبعا رونالدو انضم الى يوفنتوس في 2018 يمكن وقاده للفوز بلقب الدوري الايطالي مرتين، لكن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو انتقل الى مانشستر يونايتد. بونوتشي بيتكلم على نقطة مهمة جدا، والنقطة دي برضه بتدل ليها دلالات خاصة، انه بيتكلم انه اعتمدوا هو، يعني هو بيتكلم عن نفسه بيتكلم على جزء كبير من الفرقة اعتمدوا على رونالدو في تحسين الاداء والحصول على بطولات اللي يمكن فشل فيها اليوفنتوس العام الماضي وفاز الانتر ببطولة الدوري. دي كمان بنقول ان لعبة كرة القدم مهما كان حجم النجم المتواجد في الفريق، لكن ده كرة قدم لازم الـ11 يكونوا على قلب رجل واحد، في تناغم في الاداء، في حب في الفريق، في تضحيه من اجل الفريق، مش على مستوى لاعب واحد. مفيش لاعب واحد في العالم مهما كان مستواه رونالدو وميسي اي لاعب يقدر يقوم بادوار مختلفه غير انه يكون عامل مساعد، ممكن يكون عامل مهم جدا، لكن الجماعيه هي يعني صفه كره القدم العالميه. زي ما بقول لحضراتكم كان بونوتشي علق على الكلام دوت وقال ان كان يمكن من الافضل ان احنا نشتغل على نفسنا خلال الفتره اللي كان متواجد فيها رونالدو، وممكن تكون النتائج تكون افضل مما كانت عليه خلال السنه اللي فاتت. طيب في خبر كمان معانا، او يمكن هنقوله مع حضراتكم، ان يمكن الميلان كمان حضراتكم هنجيله، طبعا هنجيل الميلان كمان، ويمكن مشواره في التشامبيونز ليج اللي كان فيه امال كبيره جدا من جماهير الميلان ان الميلان يعود تاني بقوه، لكن طبعا من خلال هزيمته امبارح اعتقد ان كمان الميلان يعني خلاص ما بقاش عنده امال للتواصل او الصعود للدور القادم من التشامبيونز ليج. هنيجي لحضراتكم خاصة ان الميلان كمان زي ما حضراتكم عارفين ماشي بخطوات اكتر من رائعة في الدوري الايطالي، ولكن جماهير الميلان كانت شوية غضبانة من يمكن الخروج من السباق للدور القادم من التشامبيونز ليج. طيب لسه عندنا اخبار من الصحافة العالمية، وازاي اتكلمت على يمكن الجولة الثالثة من التشامبيونز ليج معانا هنا في المحترف. الصحافة العالمية بصحف اسبانيا تحديدا صحيفة ماركا الاسبانية اللي ركزت على الفوز الاول لبرشلونة في دوري ابطال اوروبا على حساب دينامو كييف 1-0، وكتبت بيكيه ينفخ الكرة. طبعا الصحيفة تحدثت عن فوز كمان فياريال 4-1 على يانج بويز، وتعادل اشبيلية سلبيا امام ليل في دوري الابطال. اهتمت كمان بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعقد مؤتمر يوم 20 ديسمبر المقبل من أجل الكشف عن خارطة الزمنية لمسابقات كرة القدم الجديدة، وكتبت قمة عالمية من أجل كرة القدم في ديسمبر. موندو ديبورتيفو الأسبانية ركزت الصحيفة على تجديد برشلونة رسميا لعقد نجمه الشاب أنسو فاتي، وكتبت أنسو فاتي حتى 2027. طبعا الجريدة دي كمان تحدثت عن فوز أكيد برشلونة على دينامو كييف 1-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت
إحياء. يعني الصحيفة اهتمت بكلمة إن عودة الروح لبرشلونة من خلال هذا الفوز، وكمان اتكلمت على تعادل إشبيلية سلبيا أمام ليل وفوز فياريال 4-1 على يانج بويز في نفس البطولة. طيب نسيب أسبانيا ونروح لفرنسا، تحديد جريدة لكيب الفرنسية. لكيب الفرنسية ركزت على تعادل ليل سلبيا أمام إشبيلية في دوري مجموعات بطولة أبطال أوروبا، وكتبت مرة أخرى يعني ممل ضد إشبيلية. طبعا كانت غير سعيدة بهذا التعادل، وتحدثت كمان عن الرومونتادا الرائعة للمان يونايتد أمام أتلانتا وتحويل النتيجة من 2-0 ل 3-2 لصالح المان في دوري الأبطال، وكتبت الشيطان يقفز من صندوقه. طبعا دي في رسالة واضحة لكريستيانو رونالدو والشياطين الحمر في صحوة في الشوط الثاني والعودة والكامباك بعد هزيمة 2-0 والفوز 3-2. كمان الصحيفة اهتمت بلقاء لاتسيو وأولمبيك مارسيل في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، وكتبت أولمبيك مارسيل روماتيدي للكلاسيكو. يعني ده في إشارة طبعا لمواجهة مارسيليا لفريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الحد القادم. يعني لسه في فقرة الصحافة العالمية هنروح لصحف إيطاليا وكوريري دي سبورت الإيطالية، اللي ركزت كمان على نتائج الأندية الإيطالية في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت عن فوز يوفنتوس على زينت ب1-0، وقالت هيا يا أليجري. يعني طبعا اليوفنتوس مع أليجري في يمكن الأسابيع اللي فاتت بتمر بحالة جيدة جدا، وطبعا بدأ يستعيد بريقه بعد الفوز طبعا على روما مؤخرا وعودة الفريق للانتصارات بعد بداية متعثرة في هذا الموسم. أما هزيمة أتلانتا أمام مانشستر يونايتد 3-2، كتبت أتلانتا من الفرح للسخرية ريمونتادة مانشستر يونايتد بتوقيع كريستيانو رونالدو. الصحيفة اهتمت كمان بلقاءات الأندية الإيطالية في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لاتسيو مع مارسيليا، نابولي مع وارسو، ولاتسيو مع مارسيليا، وكتبت لاتسيو حرب ساري طبعا المدير الفني للاتسيو الإيطالي. لسه في إيطاليا مع توتو سبورت، طبعا توتو سبورت الإيطالية ركزت على فوز يوفنتوس أمام زينت بنتيجة 1-0، وهزيمة أكيد أتلانتا أمام مانشستر يونايتد 3-2 في دوري المجموعات بأبطال